علشان نعرف اكتر عن الحدث ده معانا دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا في الحريفه. اهلا اهلا بكم كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. دكتور، كلمنا عن تنظيم وزاره الشباب والرياضه لنسف ماراثون الاهرامات، الحدث بداته من امتى عشان تجهزوا ليه؟ والله وزاره الشباب والرياضه دائما وابدا تستثمر مثل هذه الاحداث في دفع عدد كبير جدا من القطاعات الخاصه في الدوله المصريه، خصوصا قطاع السياحه. حركه كبيره جدا من وزاره الشباب والرياضه من خلال هذه الاحداث اللي بتستضيفها بتكون داعمه للسياحه المصريه بشكل كبير. النسخه الحاليه شهدت مشاركه اكثر من 4000 متسابق من 79 دوله تحديدا. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اطلق اشاره البدء لانطلاق الماراثون من امام الاهرامات، شاهد على التاريخ والحضاره العريقة. كمان تنظيم كشباب من خلال الإدارة العامة للسياحة عبد الفتاح. النسخة كانت كبيرة جدا ومهمة جدا. دكتور محمد، استاذن حضرتك تتحرك بس لانه الصوت فيه شويه تقطيع كده، لو تتحرك بس في مكان فيه نت. النسخه الحاليه من تعتبر من اقوى النسخ من خلال لهذا الماراثون، نسخة ماراثون الاهرامات، واللي بيشارك فيه زي ما قلنا 79 دوله حول العالم. حتى كمان بيتم تقسيم الماراثون في منافساته الى 5 كيلو متر و10 كيلو متر و21 كيلو متر. طب حضرتك ازاي بتشوف ان استضافه مصر للاحداث الرياضيه دي ممكن تضيف لنا؟ لا، مهمه جدا مثل هذه الاحداث بتضيف بشكل كبير جدا لمصر، يمكن خلت مصر واحده من افضل دول العالم للاحداث، وكمان خل احد اهم المراكز الاقليميه في استضافه هذه الاحداث. مصر خلال الفتره الماضيه اضافت اكثر من 161 بطوله عالميه، كل ده بفضل تطوير البنيه الانشائيه التحتيه سواء الشبابيه او الرياضيه، وكمان وضع على الخريطه العالميه وايمان القياده السياسيه بالرياضه واعتبارها امن قومي، فكانت الانطلاقه اللي كلنا شايفينها حاليا. دكتور، خطه الوزاره بقى الخطه الجايه علشان نقدر نستقبل احداث وانشطه زي دي على ارض مصر. والله الخطه موضوعه وبتنفذ بشكل يعني بشكل مستمر وفي استدامه خلال التعاون الكبير بين وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه المصريه، كمان الاتحادات الرياضيه سواء الاولمبيه او غير الاولمبيه. كمان بناكد على ان التعاون اللي بيتم ما بين الوزاره واللجنه الاولمبيه بيهدف في النهايه الى نجاح مصر في تنظيم العديد من البطولات اللي احنا شايفينها على ارض مصر. دكتور محمد، سمعنا؟ سمع حضرتك. دكتور محمد، استضافة مصر بقى للأحداث والمعسكرات، هل ممكن ان احنا نقدر ان احنا نستضيف معسكرات فرق الأوروبية عندنا؟ والله بالفعل مصر دلوقتي عندها من المدن السياحية الكبيرة اللي تخلي مصر قبلة لكل دول العالم في استضافة معسكراتها. أكيد ده محطوط على أجندة تهتم بشكل كبير جدا في جعل مصر واحدة من الدول الجاذبة لكل الفعاليات والأحداث العالمية سواء الرياضية كمان أو غير الرياضية. احنا بنشكرك جدا يا دكتور. ان شاء الله نتمنى ان مصر فعلا تهتم جدا بالكامبات وتستغل سياحتها وجوها وتهتم ونهتم اكتر بالاحداث الرياضيه، لان ده فعلا هيضيف لنا كتير جدا على كل الجوانب، وانا شايفه ان احنا قدها وبنعمل فعلا خطوات تجهزنا لده ان شاء الله. صح.